السلام عليكم. من الحيل اللي الناس كتير بتقع فيها ان هو يجيله ايميل زي دوت يقول له خلي بالك انت الشحنه اللي جايه لك وصلت وناقص بس ان انت تدفع جمارك بسيطه، ويغري بقى يقول له ايه 3 جنيه 4 جنيه، لان هو عايزه ايه يدخل بس يدخل المعلومات. واول ما يدوس على الزرار هو فاكر بقى ان هو هيجيله شنطه فيها هدوم وتلفزيونات وحاجات زي كده و2 جنيه، فهو بيستحلها لنفسه او الشيطان بيزين له ان هو يعمل حاجه زي كده وان هو ياخد حاجه مش بتاعته. تمام، فدي من ضمن الحيل. تمام، هو مديك ان انت صارت شات وحتى يبدا يكلمك ويقنعك ان انت تديله بس رقم الحساب بتاعك، وهو بقى ايه يبدا يصرف، او يدخلك على صفحه شبه البي بال بس بيكون الرقم او البي بال شاينا او اي حاجه تانية غير الموقع الاصلي، بس واخد نفس الستايل ونفس الشكل وهكذا. فالناس تخلي بالها وما توافقش على اي حاجه، لان ناس كتير خسرت حسابها في البنك كله بسبب الخدع زي دي. الايميلات دي على طول ببلغ عنها ان هي دي اسبام، تمام، بحس انها خلاص دي تتلغي وما تجيلكش تاني. ممكن تقول له ديليت فور ايفر، او تقول له ان ده اسبام، او اعمل لي فلتر او بلوك للشخص دوت. تمام، ومن الحاجات اللي هتبين لك برضو ان هو باعت من ايميل ياهو، المفروض ان دي شركة وانت اشتريت منها حاجة. تمام، ما دمت انت مش شريتش فما تردش على الرسالة، تمام، لأن انت كده بتاخد حاجة مش حقك.